نهار السبت مع 9 الليل كنت كنتواجد في الدار ديالي هنايا في بني سعيد وعمار، ومن بعد شويه كتبان لي واحد السياره هبطت في اتجاه ديال المقبره. هبطت انا واحد جوج ديال الناس معايا هنايا، جوج الرجال، هبطنا لقينا السيد كيخلف كيسيب المتلاشيات ديال البناء الردمه، وهضرنا معاه قلنا له شنو هادشي اللي كتعمل، قال لك انا اول مره كنجي هنايا. قلنا له حشومه هادشي اللي كتادي المقبره وداكشي شويه، وبغينا نتصلوا، اتصلت بمقدم باش يتصل بالقايد. انا باقا كنتكلم معاه على هذا الموضوع وداكشي شويه، وتا كنحس به كان الرجال اللي معايا كيقولوا لي هرب هرب. ملي عملت هكذا جرني معاه تقريبا شي 3 المتر، وكان محاوله الداس باغي يدهسني علاش باش هرب ومشى بحاله. المره هي هذيك مشات شبار اتجاه ديال السوق الحوت شويه، ملي رجعنا المره الثانيه تلقينا المره الثانيه بغينا نهضروا معاه، عمل نفس العمليه عاود محاوله الداس وهرب. وهادشي كنطلبوا من المهم كنطلب انا من السلطات تاخذ الحق ديالي في حق هذا المجرم هذا اللي كان غيحاول يقتلني. لا ما كان نفايات لا حتى شي حاجه. الطريق ديال المقبره كيجيو يسيبوا فيها المتلاشيات ديال الابقار، شي واحد كيبيع البقر في السوق وداكشي كيجي يسيب تما الزبل، ولا المهم ولات عندهم ديك الطريق المقبره. ما نقدرش نقول احتراما لحرمات الموتى باش نقول لكم تصوره ما تقدروش تشوفوا داكشي، ولكن عباره عن مزبله، واحد المزبله جميع المتلاشيات فيها اللي بغيتي راه ما مسيبت. وهذا السبب هذا كيجي على واحد صاحب واحد البقعه ارضيه هنايا، جا باش ما يدوزولوش في الارض ديالو، حفر التراب وعدل واحد التراكمات ديال الاتربه. اي مجرم كيجي يتخبى تما في ديك التراب هذاك، حتى سببنا مشاكل هنايا في هذه البلاصه ديال بني سعيد وعمار. هذا الشيء كان وقع تمايا، عطاتنا الحاجه مع 9 الليل، هودنا معاه عندك السيد تمايا، كنا قلت له دير شنو كدير هذا الشيء اللي هنا، قال لها اول خطره باش غنجي لهنايا، ما عنديش بزاف هنايا شي شكاير الزبل، جيت لحتومه وما عرفش انايا. ديك الساعه هي جات قالت له انا غادي نعيط، بلاتي تسنى غادي نعيط للقايد باش نتفاهموا. ديك الساعه هو منين داك الشيء رجع للطوموبيل ديالو، ديمارا الطوموبيل ديالو وكان غيدخل فيها لاح بالطوموبيل. ديك الساعه حنايا منين لاحا وجينا تابعينه ومشى اتجاه بلاصه الحوت، منين مشى اتجاه بلاصه الحوت وجينا حنا، وقفنا منين وصلنا لهنا للطريق ورجع. منين رجع جا حنا كنهضروا معاه واحد شويه عاوتاني قلعت وتبعنا، جات واحد تبعنا بالطوموبيل وتلاقينا مع المقدمين تما فوق في بني سعيد. صافي داك الشيء اللي كان، وهما ديك الساعه اتصلوا مع القايد وهادي وعطاو له النوامر الماتريكولا ديالو. لا اول خطره غنشوفوا بالليل ديك، والناس كتجي ماشي غير واحد مثال كيجيو الناس كيلوحوا الزبل تمايا، ولكن انا ما مع انا خدام هنا، ما قلت انا ماشي من هنايا، قلت انا اي واحد يمكن داك الزبل هما كيخليوهم فهمتي كيلوحوا داك الزبل تمايا. صافي دابا هذا الشيء انا كنت دايز من هنا اول مره باش غيكون هذا الشيء هنايا، كانت المقبره كانت نقيه وهادي، ولكن منين دار لهم هذا التراب هذه هنايا ولا عندهم الزباله. دابا كيجي بنادم كيتخبع تما كيلوح داك الزبل ديالو تما، ما كانتش حاله دي، ما كانش عندهم هذا الشيء، كانت النقاوه الناس كتسرح الكتيبه ديالهم هنا، ما كاينش زعما هذا الشيء الزبل هنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.